الخير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله وش قال في آخر الآية؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا أقول اللي يشاهدوننا الآن، قد ترى أمر اليوم حصل لك مشكلة، زعل مع زوجتك، طلاق لزوجتك، مشكلة مع أبوك، مشكلة مع جارك، مشكلة مع مديرك، حادث لا قدر الله، مرض لأحد أبنائك، مشكلة داخل البيت. لا تقلق، لأن الله يا جماعة لا تحزن. أنا أعرف أن في البيوت محزونين، أنا أعرف أن في دموع الآن تنهال على الخدود، أنا أعرف أن في مطلقة وفي متأخرة عن الزواج وفيه مرضى، لكن لا تحزن، إن الله معك. لا تحزن، ترى ما بين مشكلتك والفرج أكثر من فقط أنك تضع جبهتك في الأرض. كلا لا تطيعه واسجد واقترب.